اليوم راح ناخذ الميونيتير والأنف المناعة والحساسية. الميونيتير كلكم تعرفون انه هو دفاع الجسم ضد الانفيدرز الباثوجينز سواء كانت اورجانيزمز او توكسين، فقابلية الجسم على الدفاع ضد هذه الانفيدرز وتجهيز حماية كاملة للجسم. المناعة راح تكون عندنا على نوعين، اكو النيت اميونيتي واكو اكوايرد اميونيتي. هذا تيبل يوضح لكم شنو الفرق بين النيت اميونيتي اللي هي المناعة الطبيعية والاكوايرد اللي هي المناعة المكتسبة. المناعة الطبيعية النيت اميونيتي راح تكون بصورة عامة نون سبيسيفيك، ما متخصصة بباثوجين معين او انتيجين معين، بينما الاكوايرد راح تكون سبيسيفيك متخصصة لكذا نوع من الانفيدرز اللي دخل الى الجسم. الانيت اميونيتي راح تكون جنرال بروسيس عمليات عامة، بينما الاكوايرد راح تكون دايركتد بروسيس يعني عملية مناعية موجهة ضد انتيجين معين دخل الى الجسم، بينما الانيت راح تكون العمليات مالتها عامة. ماني كومبوننت تدخل بالانيت وايل الاكوايرد راح تكون ليميتد كومبوننت اللي هي تتقيد فقط بكل من خلايا التي ليمفوسايت وخلايا البي ليمفوسايت. دو نوت ريكواير بريفيوس اكسبوجر، المناعة الطبيعية ما تتطلب انه تعرض سابق للجسم بحيث هي تكون مجهزة، لا هي اوريدي راح تكون مجهزة للجسم، بينما المناعة الاكوايرد راح تتطلب بالبداية حتى تنشأ إصابة معينة ومن ثم تتقوى بالإصابة الثانية the second exposure or sorry تحتاج إلى previous exposure. immediately evoked بالنسبة للinnate immunity رأسا تمنع، بينما الأكواير تتطلب أسابيع إلى أشهر يلا تبدي تتطور ومن ثم تثبت. the participants الخلايا الفاغوسايتس اللي هي تشمل خلايا النيوتروفيل والماكروفيج تقع على عاتقها الانيت اميونيتي، اضافه الى الاسيد اند دايجستيف انزيمز الموجوده بالجي اي تي والسكن باريرز الجلد، كلها هاي تعتبر شنو ضمن المناعه الطبيعيه، واللايسوزايمز اللي هي الانزيمات الحاله اللي موجوده قد تكون بالتيرز وغيرها من الافرازات اللي بيسك بوليبيبتايدز كومبوننت كومبلكس، هذول كلها تكتسب ضمن المناعه الطبيعيه وتتواجد بالدم. وعندنا الناتشرال كيلر ليمفوسايت اللي هي نوع من انواع خلايا التي ليمفوسايت، هذول ايضا راح تجهز تعتبر ضمن المناعه الطبيعيه لان تاثيرها وقتها راح يكون مباشر بالنسبه للانفيدرز. وايل الاكوايرد اور ادكتيف راح تكون اكتيفيتد ليمفوسايت اللي هي عندنا السيلولار اميونيتي اند باي اللي راح تكون بالتي ليمفوسايت، وعندنا الهيومرال اميونيتي باي بي ليمفوسايت. فعندنا الاكوايرد اميونيتي راح تكون على نوعين، النوع الاول اسميه المناعه المتوسطه الخلويه اللي هي سيل ميديتد اميونيتي تقوم بها خليه التي ليمفوسايت، والنوع الاخر اللي هو الهيومرال اميونيتي تقوم بها خليه البي ليمفوسايت واللي تتضمن انتاج الاجسام المضاده. فهسه عندنا نوعين من المناعه النيت واكوايرد، والاكوايرد بها نوعين سيل ميديتد تي ليمفوسايت والهيومرال ميديتد اميونيتي اللي هي البي ليمفوسايت او الانتي بوديز. واضح؟ هذه تعرف بصراحه ما اقدر اشوفها انا هنا، فهذه حاولوا انتم تقروها، هي ما فيها شيء، معلومات عامه. نكمل لكم الاكوايرد اميونيتي كان بي جيف ان اكستريم ديجري اوف بروتكشن، المناعه المكتسبه تنطي حمايه فائقه بالنسبه للجسم. وعلى مبدأها حدث موضوع التلميع الاميونيزيشن اللي هو ينطون انتيجين معين يخص الباثوجين اللي ممكن ان يدخل الى الجسم ويكون عنده ينشا عنده سيل ميديتد اميونيتي والهيومرال اميونيتي، بحيث من يتعرض لهذا النوع من الانتيجين هو عنده حمايه كامله، خصوصا مثلا عندنا التلميع ضد البكتيريا البوتشولينوم اللي هي اللي تسبب شلل للعصب، و عندنا البكتيريا السموم مالتها الاخرى اللي هي التيتانوس اللي تسوي تهزز بالعضلات اللي تكون اصاباتها وتترك عاهات دائمه، فسووا تمنيع ضد هذه على سبيل المثال ضد هذه الانواع من البكتيريا حتى تلقي حمايه دائميه للجسم. Immunization is so important.
سيلوليتد اميونيتي. عندنا شنو الخصائص العامة للتي لمفوسايت والبي لمفوسايت اللي راح تتضمن كل وحدة منهم نوع معين من أنواع المناعة. فعندنا مثلا من ناحية الميكروسكوب بالنسبة للتي لمفوسايت مقارنة بين كل وحدة، التي لمفوسايت من ناحية المظهر ويا البي لمفوسايت تحت الميكروسكوب راح ألقاها نفس المظهر تماما، ما راح أقدر أميز هذه التي لمفوسايت عن البي لمفوسايت. سد الباب وراك بلا زحمة. الفونكشن التي لمفوسايت تقع على عاتق السيل موديليتد اميونيتي اللي ذكرناها، والبي لمفوسايت اللي هو الهيومرال اللي يتضمن انتاج الاجسام المضاده. اللمفويد اوريجن مصدر هذا الخلايا اللمفاوية، كل من التي لمفوسايت والبي لمفوسايت المصدر مالتها وين حيكون؟ عن طريق البون مارو. بالنسبة للبروسيسنج ديفرنشيشن وين راح تتميز هذه الخلايا وتتخصص الى وظائف؟ التي لمفوسايت حتطلع من البون مارو وين حتروح؟ للثايموس جلاند. الثايموس جلاند راح شنو تميز هذه الخلايا الى انواع معينه وكل نوع راح تعطي الوظيفه مالته. بينما البي لمفوسايت تطلع من البون مارو وين حتروح؟ حتروح الى الليفر، ومن الليفر بعد ذلك راح تروح باللمفويد تشو وتؤدي الوظيفه مالته. عندنا بالنسبه للريزيدنس مكانها او مقود كل من التي لمفوسايت والبي لمفوسايت اثنيناتهم راح يلتقون بالانسجه اللمفاويه. والنيمينج التسمية التي لمفوسايت جاية من الثايموس عند انيمالز، والبي لمفوسايت من البورصة او فابريكاس عند البلاس. تي ان بي لمفوسايت ديفلوب فروم كومن لمفويد بروجينيتور سيلز، هاي ذاكرينها احنا بالمحاضرات السابقة. The lymphocytes are essential to the survival of the human beings. How that؟ ليش هذا الخلايا التي لمفوسايت والبي لمفوسايت او ان جنرال اكواد اميونيتي راح تكون مهمة جدا للانسان؟ او اساسي، لانه لولا هذه الخلايا او هذا النوع من المناعه ما راح يكتسب الانسان مناعه ضد الكثير من الممرضات، فراح يكون مصدر سهل للعدوى وماكو شيء يقاومه. فراسا ممكن الانسان خلال اسابيع انه تؤدي حياته في حاله فقدانه لكل من التي لمفوسايت او البي لمفوسايت. عندنا جينيتيك لاك اوف لمفوسايت او لمفوسايت ديستركشن، اي خلل بين تكوين اللمفوسايت او خلل وراثي للمفوسايت by radiation or chemicals results in no acquired immunity and death within days، والموت ممكن ان يحدث خلال ايام due to fulminating bacterial infection unless treated by heroic measures. lymphocyte location عادة موقع مال خلايا اللمفوسايت ذكرنا انه راح يكون بالليمفويد تشو especially اللي هي الليمف نودز، وممكن ان تكون بالسبلين وسبب الكوزال areas of GIT بالثايموس and the bone marrow. الاريا اوف فايتنج هي نفسها اللمفويد تشو راح تكون هي مراكز المواجهه والقتال للانفيدرز او الباثولوجي. من يدخل الانفيدرز الى الجسم راح يروح الى سوائل الجسم، حياخذه وين الجسم؟ حيودي الى اللمفويد سيستم، وبعدين يركز وين؟ في العقد اللمفاويه اللي راح تكون مملوءه بكل من خلايا التي لمفوسايت، اضافه الى انه سحب خلايا البي لمفوسايت من مجرى الدم وتبدي عمليه المواجهه وتكوين المناعه. هذا الفيجر للاطلاع يوضح لكم انه الكومن لمفويد بروجينيتور سيل اللي راح تروح من عندها قسم للثايموس جلاند تتميز الى خلايا تي لمفوسايت، وقسم من عندها تروح راسا الى الليمفويد تشو وتتميز الى خلايا البي لمفوسايت، وكل وحده راح تؤدي الوظيفه. البي لمفوسايت راح تنتج اجسام مضاده، والتي لمفوسايت راح تتخصص الى وظائف معينه لانه راح تنتج ثلاث انواع عندنا من خلايا التي لمفوسايت، كل وحده راح تؤدي وظيفه. Both types of acquired immunity اللي هي السيل ميديتد والهيومرال immunity are initiated by antigens. عندنا المناعه المكتسبه ما تنشا من تلقاء الا اذا اكو انتيجين دخل الى الجسم. الانتيجين اقصد بيه انفيرو سواء توكسينز او اورجانيزمز، واضح؟ فالاكوايرد اميونيتي ما تنشا من وحدها الا في حاله دخول انتيجين الى الجسم. انتيجين انشيت ذا اكوايرد اميونيتي، شنو الاليه اللي راح تكون لنا الاكوايرد اميونيتي؟ ايش توكسين او ايش تايب اوف اورجانيزم كل كان او ماده سميه تدخل الى الجسم اكيد تحتوي على اما لارج بولي ساكرايد او بروتين. هذه اللارج بولي ساكرايد او البروتينات لها خاصيه الانتيجينيسيتي، يعني تعتبر شنو محفز لي
تنشيط الخلايا المناعية. هاي الانتيجينسيتي اللي راح تتبع او نتيجة البروتينات او اللاكت بوليسفرايد لازم تحمل وزن جزيئي اكبر او يساوي 8000. يعني اذا كان المايكرو اورجانيزم او التوكسين الوزن الجزيئي مالته اقل من 8000 ما راح يحفز لي اكوايرد اميونيتي. حالها حال شلون الفيروسات، انه الفيروس ممكن ان ينصاب من عند الانسان بعد فتره يرجع ان ينصاب. شايفين كلكم فيروس الانفلونزا، فالبروتينات اللي موجوده بهذا الفيروس المولكيولر ويت مالتها اقل من 8000 دالتون بهوايه، فلذلك ما عنده انتيجينيسيتي حتى يسوي اكوايرد اميونيتي ضده من يجي يدخل الى الجسم، الجسم عنده مناعه، فترجع الاصابه وكانه شنو تتكرر مره ثانيه. بينما الانتيجينيسيتي لمعظم انواع او حتى تحدث اكوايرد اميونيتي لازم البروتين اللي موجود بالمايكرو اورجانيزم او التوكسين يحتوي شنو هو وزن مولكيولر ويت اكثر من او يساوي 8000 دالتون. واضح؟ اضافه لهذا ميزه الانتيجينيسيتي للبروتينات او اللارج بوليسكرايد لازم تكون تحتوي او لا، هو ما طول عندي البروتين اني المولكيولر ويت مالته عالي هو خلاص امتلك صفه الانتيجينيسيتي. احيانا تحتوي ايبيتوكس، الايبيتوكس هي ايضا جزيئات بوليسكرايد كبيره او بروتينات موجوده على نفس البروتين اللي هو يحفز او ينشئ لي اكوايرد اميونيتي، فهذه تعتبر ايبيتوكس اسميها تنطي خاصيه الانتيجينيسيتي وتحفز انشاء اكوايرد شنو اميونيتي. لمفوسايت كوميتد ستيم سيل فرذر ديفرنشيتد ان ابروبريت بروسيسنج اريا. Cells that are capable of forming directly either activated T lymphocytes or antibodies. لما ندخل انتيجين الى الجسم راح تبدي تتنشط عندنا خلايا البروجينيتر اللي موجوده بالبون مارو، حتى شنو هو قسم من عندها تروح الى الثايموس جلاند وقسم من عندها تروح من الى الدم، حتى شنو تبدي تتنشط وتتكاثر هذه الخلايا اللي تنشئ اكوايرد اميونيتي. كل خليه حسب نوعها. Lymphoid progenitor cells first migrate from bone marrow to the thymus gland and there وهناك من طلعة خلية البروجينيتور اللي راح يعني تتكون بالمستقبل خلية تي لمفوسايت. طلعت الخلية على شكل lymphoid cell، هذه lymphoid cell ما مميزة هل هي تي لمفوسايت أو بي لمفوسايت، من راح تروح إلى الثايموس جلاند هناك راح شنو تتميز إلى خلية تي لمفوسايت. شنو البروسيسز اللي راح يصير بالثايموس جلاند؟ اول بروسيس راح يصير بها اول شيء ديفايد رابيدلي، راح تبدي هاي الخليه الليمفويد سيل داخل الثايموس جلاند ايش بيها؟ حتتكاثر. بعد تكاثرها شنو الخطوه الثانيه اللي راح يصير بها بالثايموس جلاند؟ راح يصير بها كلونال سلكشن. كلونال سلكشن. والخطوه الاخرى اللي هي كلونال ديليشن، والخطوه اللي بعدها اللي هو ريليس انتو ذا بلاد. نيجي ناخذ كل خطوه داخل الثايموس جلاند شلون راح تتم عمليه الديفرنشيشن، تميز هذا الخليه اللي دخلت الى الثايموس جلاند وتتحول بعدين الى خليه تي لمفوسايت. اول شيء قلنا الكلونال سلكشن مينز تعني وان ثايموس لمفوسايت ديفلوبز سبيسيفيك رياكتيفيتي اجينست وان انتيجين. اول شيء راح تبدي تتكون على هذا الخليه ريسبتورات اسميها انتيجينات على سطح خليه التي لمفوسايت هنا بحيث تخليها سبيسيفيك للانتيجين اللي دخل. بالحقيقه هي راح تتكون ما يقارب اكثر من 100,000 او احيانا الاف زين مليون سوري من الريسبتورات على سطح خليه التي لمفوسايت، بس لازم واحد من هذه الريسبتورات يكون سبيسيفيك لمن؟ للانتيجين اللي دخل. واضح؟ احنا قلنا اول ما دخلت خلايا الليمفويد الى الثايموس جلاند تكاثرت كلش هوايه، تنتج بالاف الخلايا، كل خليه على سطحها ما يقارب مئات الالاف من الريسبتورات، لكن قسم من هاي الريسبتورات راح تكون سبيسيفيك لمن؟ للانتيجين اللي دخل، فكل خليه تي لمفوسايت تكون تتفاعل مع الانتيجين، ريسبتور واحد منها يتفاعل مع الانتيجين اللي دخل. باقي الريسبتورات الاخرى قد يدخل انتيجين اخر من نوع اخر حتى البقيه تتفاعل وياه. واضح؟ فالاف الريسبتورات موجوده على خليه التي لمفوسايت تتفاعل مع الاف الانتيجينات، لكن لابد واحد من هاي الريسبتورات اللي تكونت يكون اليف المن يتفاعل مع الانتيجين اللي دخل، فتعتبر سبيسيفيك. واضح؟
هذه النوايا الحالج اسميها خلية التي لمفوسايت اللي هي اكتيف كلون، يعني نسخة نشطة ومعرفة بها ريسبتر راح يكون يتوافق ويا الانتيجين اللي دخل، فهذه اسميها الحالة كلونر سلكشن. واضح؟ نجي للخطوة بعدها اللي راح تحدث على خلايا اللمفويد اللي دخلت الهيستايموس جلاند او اللي هي التي لمفوسايت، راح يصير عندنا كلونر ديليشن، عملية حذف لأنواع معينة من خلايا التي لمفوسايت اللي تكونت عليها مئات الآلاف من الريسبترات. ليش راح يصير حذف؟ هذه اللي راح تحذف الخلايا راح تكون لها سبيسيفيسيتي انه تتفاعل ويا النورمال بروتين او النورمال انتيجينز الموجوده بالجسم. فلازم شو تسوي لها هذه الثايموس جلاند؟ تسوي لها ديليشن، لانه اذا بقت ايش راح تسوي؟ راح تقتل الانتيجينات الطبيعيه اللي موجوده بالجسم. وهاي نسبتها عاده راح تطلع بال10%. شلون راح تختبرها خليه الثايموس جلاند؟ تحررها ويا الانسجه الطبيعيه القريبه عليها، اذا شافتها تتفاعل ويا الانسجه رأسا راح تحفز خلايا الماكروفاج وتسوي عملية أبوبتوسس وانقضاء القضاء على كل خلية تفاعلت مع الأنسجة الطبيعية أو مع البروتينات أو الأنتيجينات الطبيعية الموجودة بالجسم. تقدر نسبتها شقد 10%، بينما 90%. نعم سؤال. الأنتيجين طبيعي، بروتين طبيعي موجود بالخلايا، خلايا الجسم. اي خلية عندكم بلازما ممبرين لكل خلية من خلايا الجسم مو بروتين، يعني يعتبر عنده قابلية الانتيجينيستي. هذا هو طبيعي، بروتين طبيعي موجود على كل خلية من خلايا الجسم، كل خلية من خلايا الجسم بها بلازما ممبرين، بها بوليساكرايد، بها بروتينات، صح لو لا؟ بها ريسبترات، كل خلية من خلايا الجسم. إذا كانت عندي خلية ثايموس جلاند تي لمفوسايت بالثايموس جلاند تفاعلت ويا الانتيجينات الموجودة أو ويا البروتينات، البروتينات لها قابلية للانتيجينيستي، فإذا تفاعلت وياها راح شو تسوي؟ تعتبر حالها حتى فهنا شو تسوي؟ هالحالة لازم تتخلص من هذه الأنواع من الخلايا اللي تعتبر سيلف ريأكتيف كلونز. فشو يسموها؟ الكلونر ديليشن. هي ما تقدر نسبتها عالية 10%، لكن هاي 10% ضرورية جدا انه تحذف فيصير عملية ابوبتوسس والتخلص من عندها. واضح؟ البروسيس الاخرى اللي هي راح تكون عندنا طبعا 90% اللي بقت راح تخضع للبروسيس الاخرى، انه تكونت على سطحها مئات الالاف من الريسبترات، وواحد من هاي الريسبترات راح يكون سبيسيفيك للانتيجين اللي دخل، فايش راح يصير بهالحاله؟ تسوي لها ريليس من الثايموس جلاند توديها اما الى البلاد، والبلاد بعد ذلك راح يوديها للمفويد سيستم، واللمفويد سيستم راح يركزها بالعقد اللمفاويه او الانسجه اللمفاويه اللي راح تشتغل هناك وتؤدي عملها. واضح هنا طلاب؟ طبعا عندنا السيل ميديتد اميونيتي، قلنا انه هذه الخلايا التي لمفوسايت راح هي اللي تتفاعل مع الفورين انتيجين انات سيل انتيجين، وبنفس الوقت اللي هي عاده راح تكون بكتيريا او توكسين، بنفس الوقت ايضا هي اللي تخضع لها عمليات رفض الانسجه المزروعه. كلكم سامعين شخص مثلا زرعوا له كلى لكن الجسم ما تقبل، ليش؟ هنا يقع الموضوع المن خلايا التي لمفوسايت رفضت هذا، اعتبرته شيء خارج عن الجسم، اعتبرته انتيجين فتفاعلت وياه ورفضت النسيج اللي انزرع، فهنا تخضع ايضا لعمليه السلوليت هذا ايضا تيبل يوضح لكم الفرق بين تي لمفوسايت وتي لمفوسايت من ناحيه الليفر والبومورا، نفس الحكي ما يحتاج انه نقعد نعيد ونصور فيه. نجي نكمل ناخذ البي لمفوسايت، شلون راح تصير عمليه البروسيسنج فيها داخل البون مارو. مليونز بروسيس بيرفورم بي ان تي لمفوسايت ار ستورد ان ذا ليمف تيشو، احنا عرفنا ان خلايا تي لمفوسايت والبي لمفوسايت وين تخزن في الانسجه اللمفاويه. سوري هنا اكو عباره مهمه يقول بروسيس بي لمفوسايت لايك ذا تي لمفوسايت ميجريت تو ذا لمفويد تيشو ثرو ذا بادي وير ذي كود نير بات سلايتلي ريموفد فروم ذا تي لمفوسايت اريا. اكو فرق شويه بطء ما بين التي لمفوسايت مقارنه ويا البي لمفوسايت، لذلك عندنا عمليه الاستجابه المناعيه من يدخل الانتيجين اول ما يدخل بعد الماكروفيج هي خليه التي
استجابة لها أربعة، لكن بعض الانتيجينات ممكن أن تحفز الخلية تنزل. مليون فرصة فيكم بي لمفوسايت أنتي لمفوسايت أو ستورد إن لمتشو إيش هاز انتيجين سبيسيفيسيتي كولد كلونز. يعني إحنا كل خلية على سطحها ريسبتورات سواء كانت تي لمفوسايت أو بي لمفوسايت، بي لمفوسايت على سطحها أكو ريسبتورات لو شنو؟ أنتيبوديز. بينما تي لمفوسايت شوفوا على سطحها ريسبتور أو ماركرز نسميه. هذول اثنيناتهم من صارت سبيسيفيك لانتيجين معين فهنا في الحالة راح اسميها كلون. واضح؟ لمفوسايت كلون ار الايك اند ار ديرايفد اوريجينالي فروم سبيسيفيك تايب وان سبيسيفيك انتيجين كم ان كونتاكت ويز هير فروم تي اند بي لمفوسايت ذي ار اكتيفيتد ذا كلونز ذن ريليز تو ذا بلاد سيركوليتد ثرو ذا تيشو فلويد اند باك انتو ذا لمف. نفس الحكي اللي حكيناه. ميكانيزم فور اكتيفيشن كلون اوف لمفوسايت. قلنا الليمفوسايت على سطحها ريسبتورات، هذا الريسبتورات راح اسميها بالنسبه للتي ليمفوسايت اسميها تي سيل ريسبتورز، وبالنسبه للبي ليمفوسايت اللي هي الانتي بوديز اسميها بي سيل ريسبتورز. اون بي ليمفوسايت البي سيل از ذا انتي بودي مولكيول وهي ما تقارب ب 100,000 اون ايتش سيل، 100,000 انتي بودي موجود على سطح كل خليه من خلايا البي ليمفوسايت. On T lymphocyte TCR, it is the surface receptor protein, اسميها cell marker receptor, one of each antigen count, يعني تقدر ذكرنا ب 100,000 receptor site on a single T lymphocyte. يوضح لكم التي سيل ريسبتر. نكبر السلايد هنا لانه ما داعي اشوفه على السلايد، الكتابه ما تناعم وكل شويه يروح. هذا الفيجر الاطلاعي يوضح لكم خلايا البي لمفوسايت والتي لمفوسايت والتي سيل ريسبتر اللي موجوده عليه وشلون تتفاعل ويا الانتيجين. صوتكم ورقه الامور تمشي زين. Stem cell, common lymphoid progenitor, do not have the whole gene, but have gene segments. عندنا البروجينيتر خلايا الستم سيل اللي موجودة بالبون مارو. الجين اللي موجود اللي يشفر لي للريسبتورات على سطح كل من خلية التي لمفوسايت أو البي لمفوسايت ما موجود على شكل قطعة واحدة. ليش؟ يعني وصلت يعني عافية ما يصنع نفسه الريسبتور، فموجودة عندنا الجينات على شكل قطع، كل مرة تنقسم الخلية حتى تتكاثر تترتب بشكل عشوائي هاي القطع من الجينات، حتى تنضي لي ريسبتور مختلف عن الآخر، وبالنتيجة ايش راح تنتج عندنا آلاف الخلايا من التي لمفوسايت أو البي لمفوسايت، كل وحدة ريسبتوراتها تختلف عن السبيسيفيستي مالتها دي خلية أخرى، حتى تتفاعل ويا آلاف الانتيجينات اللي تشوفون يعني القدرة الإلهية، يعني ايش قد ما تدخل انتيجينات اكو سبيسيفيستي خاصة سواء كانت من البي لمفوسايت او التي لمفوسايت، لان البروجينيتر ستم سيل مالتها موجودة بالبون مارو، الجينات موجودة الهول جين مو موجود على شكل هول جين واحد وانما شنو صاير بشكل قطع، فكل مرة تترتب القطع بترتيب معين تنطيني ريسبتورات مختلفة، الالفة مالتها ويا الانتيجين اللي يدخل يختلف عن الخلية الاخرى. واضح؟ طبعا كل سلايد اكو بي اسئله طلاب، هاي طلعوا عليها الاسئله، المحاضره اليوم ترى فهم ما بها، كل ما تفهم المحاضره راح الاسئله تقدر تجاوب. هسه راح ناخذ رول اوف ماكروفيز ان ذا اكتيفيشن بروسس، هنا شنو دور خليه الماكروفيز بعمليه تنشيط او تحفيز او تكوين الاكوايرد اميونيتي. احنا ذكرنا اول ما يدخل الانتيجين الى الجسم من اول مواجهه الى حيصير ذكرت لكم اياها بالمحاضرات السابقه خليه الماكروفيج ايش راح تسوي للانتيجين؟ راح تسوي فاجوسايتوزيس ايش حتسوي للفاجوسايتوزيس؟ راح تدمجه ويا اللايسوزوم الموجوده بها وتهضمه وش تسوي؟ تعرض جزء من عنده الجزء اللي له قابليه الانتيجينيسيتي راح تعرضه على سطح ايش اكو بسطحها؟ اكو ريسبتورات خاصه انها هذه موجوده بالكتاب
نسميها الدهن البروتين، وكأنه مثل الصحن تعرض ما تناولته عليه، واضح؟ فهنا تعرض هذا الانتيجين اللي هو شنو اللون الوردي او الاحمر اللي تشوفوه، عرضت جزء من عنده دي الى قابليه بالانتيجة هنا هذا من الاعراض على سطحها سميتها هنا الانتيجين البريزنتنج سيل، الخليه المستعرضه المن للانتيجين. من عرضته على سطحها فرزت ماده ايش اسميها؟ انترلوكين 1. طبعا هو السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحراره. فعاده نشوف شخص يصير عنده حمى ارتفاع فيبر، يعني اكو شنو اكو مجموعه من انواع التفاعلات اللي تصير سببها الانترلوكين 1. من يفرز انترلوكين 1؟ هو ارتفاع في الحراره. فينفرز الانترلوكين 1، ايش سوى الانترلوكين 1؟ سوى عمليه تحفيز المن لخلايا التي لمفوسايت. فجبت خليه التي لمفوسايت اجاها نداء من الانتيجين بريزنتنج سيل، وعندها ريسبتورات جنح قريبا من 100,000 ريسبتور، واحد منهم راح يكون سبيسيفيك للانتيجين اللي عرضته خليه الماكروفيج، فصار عندي سيل تو سيل كونتاكت وصار عندي عمليه اكتيفيشن المن للتي لمفوسايت. التي لمفوسايت اكو عندنا هنا ثلاث انواع من عندها، لكن هنا اللي راح تتنشط وتستجيب للانترلوكين 1 اللي تفرز الانتيجين بريزنتنج سيل هي الخليه التي هيلبر سيل. تي هيلبر سيل خلية، هاي الخلية وظيفتها إدارة مانجمنت للجهاز المناعي. من ارتبطت خلية التي لمفوسايت بالريسبتورات مالتها اللي تتوافق وسبيسيفيك للانتيجين اللي عرضته الانتيجين بريزنتنج سيل، اتنشطت هاي الخلية فسميناها اكتيفيتد تي لمفوسايت او سنسيتايز تي لمفوسايت، هي نفس المعنى. من اتنشطت شو تحولت؟ شو انضت؟ فرزت مادة جديدة اسميها اللمفوكينز. اللمفوكينز وظيفتها شنو هو؟ راح تجذب لي وتنشط خلايا البي لمفوسايت. شو تسوي لها؟ تخليها تتكاثر. حتى شو تسوي؟ تنتج كميات أكبر وكميات جديدة من الأنتيبوديز اللي تكون سبيسيفيك المن للأنتيجين اللي نعرفه. واضح؟ أحياناً عملية التنشيط لخلية البي لمفوسايت يكون in the same time. بعض الانتيجينات لها خاصيه من تنعرض على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل تسوي عمليه اكتيفيشن بالوقت نفسه لكل من التي هيلبر سيل والبي لمفوسايت، وقسم من عندها لا تنشط التي هيلبر سيل وبعدين التي هيلبر سيل راح تفرز اللمفوكيز، يلا ذاك الوقت شنو تجذب خلايا البي لمفوسايت وتضاعفها تخليها تتكاثر حتى تنتج انتي بوديز سبيسيفيك للانتيجين اللي انعرض. واضح لنا؟ نكمل. الريسبتورات احنا قلنا هسه عندنا انواع من التي لمفوسايت. التي لمفوسايت اللي ارتبطت ويا الانتيجين سميناها تي هيلبر سيل، الريسبتور مالتها راح اطلق عليه سي دي 4 بلس. وعندنا النوع الاخر من التي لمفوسايت اللي هو سايتوتوكسيك تي سيل اللي هو سي دي 8 بلس، يرمزوا له. هذا القتل مالته مباشر راح يروح راسا للانتيجين يقتله اللي دخل. وعندنا التي سوبرسر سيل اللي هي الخلايا الكابحه اللي راح يعني هي نوع من انواع التي لمفوسايت بعد ما يتم التفاعل المناعي والقضاء على كل التخلص من التوكسينز او اني انفيدر تدخل الى الجسم، راح تبدي شو تسوي؟ تنطي للبروتينز تقول لباقي الخلايا انه وقفوا عمليه تكاثركم ووقفوا التفاعل المناعي. واضح؟ فتتوقف العمليه المناعيه. Without the aid of these T helper cells, the quantity of antibodies formed by B lymphocytes is usually slight. لولا وجود T helper cells وتفاعلها مع الريسبتور اللي موجود على سطح خلية الانتيجين presenting cell، عملية التنشيط للانتيبودي راح شو تكون؟ تكون كلش ضعيفة، وعملية تكوين الانتيبودي أو تكاثر البي لمفوسايت راح تكون كلش ضعيفة، لأن هو منو يوحي له ويقول له تكاثر وتعال؟ اللمفوكينز اللي تنفرز عن طريق التي لمفوسايت. عملية تكوين الانتيبوديز وتكاثر البي لمفوسايت راح يكون كلش بطيء. واضح؟ ما اعرف انتم ماخذينها بالمايكرو؟ يلا اللي عاوز يفاضل. بس هي شنو كان؟ هي تحفز التي سايتوكين او تحفز البي او نوع اخر منه مرتبط الثاني هو اللي يحفز. يعني ذاك راسا يقدم الانتيجين للبي سيل. هي
ترى هي تفاعلات مختلفة، يعني هي تفاعلات كلش هواية وكلها ممكن أن تحدث بآن واحد. عملية قتل مرات تصير مباشرة، بس هي خلية مناعية تنضج تحفيز لخلية مناعية أخرى. واضح؟ هسه نجي نكمل formation of antibodies by plasma cell اللي هي بالأصل شنو فيلمفوسايت تنشط. هنا ايش راح يصير بها؟ before exposure to a specific antigen فيلمفوسايت clones remain dormant in lymphoid tissue، هي قاعدة بالبداية بالأنسجة اللمفاوية مالتها قبل التعرض للأنتيجين. when foreign antigen enter the body لما يدخل الأنتيجين الغريب إلى الجسم، الأنتيجين presenting cell phagocytize process and present to be anti cell active T helper activate B cell هاي ذكرناها و specific active B cell clone enlarge to become lymphoblast راح تتنشط قلنا خلية البي لمفوسايت وتكبر بالحجم حتتحول إلى خلية لمفوبلاست أسميها. هذا اللمفوبلاست some B lymphoblast differentiate to plasmoblast، قسم من عندها راح تتميز إلى plasmoblast وقسم من عندها راح تتميز إلى شنو ميموري سيل. البلازموبلاست راح تنقي انتيبوديز والميموري سيل راح تبقى لحين التعرض للباثوجين مرة ثانية أو الانتيجين للمرة الثانية، فراح تكون مهيئة وتنقي مناعة أكبر لي بالنسبة للجسم. البلازموبلاست بريكيرسر أوف بلازما سيل، السيتوبلازم اكسباند، السيتوبلازم يكبر. روب اندوبلازما كريتيكيوم باسلي بروليفريت راح يتقسم بالنص و begin to divide at a rate of about، يعني راح تبدي تنقسم خلية البلازما بلاست انقسام واحد لكل 10 ساعات وتستمر لتسع انقسامات خلال 4 ايام، راح تنطينا 500 خلية for each original plasma blast، يعني كل خلية بلازما بلاست بعد 4 ايام تنطينا 500 خلية شنو بلازما بلاست. mature to plasma cell راح تنضج البلازما بلاست الى خليه بلازما سيل and produces gamma globulin antibodies راح تنطيني اول immunoglobulin اللي هو الاي جي جي at an extremely rapid rate about 2000، يعني راح تنطي تقريبا 2000 جزيئه antibody لكل ثانيه for each plasma cell giving the primary response، وهاي اللي تعتبر الاستجابه المناعيه الاولى. The antibodies are secreted into the lymph and carried to the circulating blood. راح تنتقل هذه الانتيبوديز المن الى الليمف وتحمل الى الدم. This process continues for several days or weeks. تستمر هاي العمليه يومين الى اسابيع. Until finally exhaustion and death of plasma cell. لحد ما تموت خليه البلازما سيل، بس ايش تبقى عندي؟ تبقى عندي الانتيبوديز موجوده وين؟ بالبلد. Formation of memory cell enhances the antibody response to subsequent antigen exposure. Memory cell also circulate through the body and they remain immunologically dormant until activated by subsequent exposure to the same antigen. راح تبقى هذا الميموري سيل موجودة لحين التعرض لنفس الانتيجين للمرة الثانية، رأسا راح تكون مهيئة. During subsequent exposure يعني secondary exposure to the same antigen more rapid and much more potent antibody response secondary response occur راح اسميها استجابة ثانية. قابلية الانتيبودي هنا بالاستجابة الثانية راح تكون اكبر، اعدادها راح تتكاثر اكثر زين، والاستجابة المناعية راح تكون اقوى والمدة مال البقاء هذه الانتيبوديز راح تكون اطول، وهي هذا على نفس المبدأ اللي هو يعني اتبعه لمبدأ التطعيم. أول ما يجي يلقح ينطي جرعة بسيطة من الأنتيجين تكونت عندنا أنتيبوديز، لكن هاي الأنتيبوديز عمرها شنو ربما يكون قصير وقوتها المناعية أقل. من يجي تعزيز بعد فترة جرعة ثانية أقوى، إيش راح يصير؟ القوة الدفاعية للأنتيبوديز أقوى، وايضا بنفس الوقت مدى بقائها راح يكون اكثر واعدادها راح تكون شنو ما اكثر، فتكون المناعه معززه بشكل اقوى. هو هذا عندكم فيجر هنا يوضح لكم او مخطط للاطلاع هو في زين، فراح يوضح لكم شلون البرايمري ريسبونس بالنسبه لي الانتي بودي وبالنسبه لي الايام، فبعد جرعه ايام ممكن انه تتوقف، لكن من تجي جرعه تعزيزيه ثانيه اقوى راح يكون العدد اكبر والبوتنسي مالتها اقوى وفتره بقائها لمده طويله.
إلى هنا كملنا المحاضرة.